يواصل حزب الله قصف العشرات من مواقع الكيان الصهيوني العسكرية ردا على جرائمه التي يرتكبها بحق المدنيين في مناطق متفرقة من لبنان، حيث أعلن الحزب استهداف قاعدة دادو الصهيونية بخمسين صاروخا، فضلا عن مستوطنات جيشر هزيف وهجوم شريم ومستوطنات أخرى استهدفت في ساعات النهار. هذا وأشار الحزب إلى إدخال نوعية جديدة من الصواريخ واستهداف قاعدة شمشون لسلاح التكنولوجيا غربي طبريا المحتلة.